السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما تكونوا بألف خير. الفيديو السابع من سلسلة الصوتيات، والنهاردة هنقول عليها إنها مشكلة من مشاكل اللغة، وكتير مننا بيخطأ فيها ومش بيديلها اهتمام. النهاردة معانا صوت اسمه الث، ودي مشكلة لأننا كعرب ممكن كتير بدون ما ياخد باله إن نقولها س بدل ث. ممكن كتير بدل ما نقول ثروت، وده مثال، كتير مننا بيقول عليها ثروت. اللي قدامنا فاهم ان هي ثروت بالث، لكن سمع صوت السين بس هو فاهم. لكن عندنا في اللغة مشكلة كبيرة، لان اللي قدامك ممكن انت تقصد بكلمة في صوت واحد ما طلعتش فيه اللسان، فممكن مش هيفهمني صح. طيب هتقول لي ايه المشكلة؟ طالما هنفهم بعض هقول لك ان ممكن في كلامك تتفهم غلط، او المعنى اللي انت تقصده مش هيوصل بشكل صحيح او بالشكل اللي انت عاوزه. طب تعالى ندي لي مثال في اللغة معايا. انا معايا كلمة think، التي اتش هنا لازم اطلع فيها لساني، لان الصوت الث بيبقى ماسك في اللسان او لساني طالع على اسناني. طيب هو انا لو قلتها sink انا كده غيرت المعنى. انا كنت بقول think، I think يعني انا اعتقد، اما sink this is a sink يعني هذا حوض مطبخ، اتغير المعنى خالص. لما تقول له I think معناها انا اعتقد، لما تقول له I sink معناها انا حوض مطبخ، اتغير المعنى خالص. طيب مثال تاني معايا، حاجة اسمها thing وthing معناها شيء. انا لو قلتها sing دي معناها يغني، I have something يعني انا معايا شيء. لما انا اقول له I have something، فيش حاجة في اللغة ان يجي فعل بعد some، فهنا ده verb مش هينفع يجي بعد صم. الحاجة التالتة لما بقول له بوث يعني كلاهما، هما الاتنين. لو انا قلت له بوس اتغير المعنى خالص كده، معناها رئيس او مدرب. تعالوا نشوفوا ازاي انطق حرف الث وشكل اللسان بتاعي يكون فين. في البداية لازم نعرف ان صوت الث ليه صوتين، voiced and voiceless. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ في ال voiced انا بطلع th ذ، وال voiceless بتلاقي لساني ث يعني حاجة خفيفة كده، هو مش مسموعة، ث خفيفة، صوت خفيف. فمخرج الث والذ ان اللسان بتاعي يكون في اعلى الاسنان او في الاسنان العلوية، زي ما شايفين هنا هو السهم اللي قدام حضراتكم، ان بحيث ان الهواء اللي طالع يخبط في اسناني اللي فوق. فانا معايا الشكل الاولاني اللي انا بشوف بيه التي اتش بتتنطق ث، بيبقى الشكل ده اللي هو الى حد ما شبه الاو وفي النص شرطة، ده اسمه voiceless. فانا بنطق اسمها thick. اما الشكل التاني هو بالشكل ده، فانا بقول عليه these. وهناخد امثلة على صوت الvoiced th، وهناخد كمان امثلة على الvoiceless th. هنبدأ الاول بالvoiced th، يعني ان انا بنطق ال th هنا هو ز. اخلي بالي نفس الكلام، ما اقولش ز، ان انا لازم احط لساني على اسناني، فانا هقول ذ. ومن الامثلة اللي هنشوفوها على الvoiced او الكلمات اللي هي بيتنطق ال th ذ، فانا هقول this. اكرر تاني وانبه حضرتك على ان تطلع لسانك على اسنانك العلوية، فنقوله this
وكمان المثال التاني اللي معانا اسمه that. That. المثال التالت father. 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 المثال الرابع mother. 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 معايا شوية أمثلة تانية من الـ TH الـ voiced اللي هي بتتنطق ذ، وهنشوف دلوقتي they they there there those those with with. وفي اكسنت كمان او لهجة بتقول عليها with، الاتنين مقبولين، يا تقول لي with يا تقول لي with. تعالى نعمل شيفت ونروح على الفويسلس اللي هي الكلمات اللي انا بنطق فيها تي اتش، بنطقها ث، واللي بيكون شكلها زي الاو وفي شرطة مقطوعة في النص، فانا بقول عليها thin thin. thank thank. mouth mouth. math math. تعال نشوف أمثلة تانية على تي اتش الفويسلس اللي هي بتتنطق ث، وفيها نفس المشكلة بتاعت الماث. حاجة اسمها cloth cloth اللي هي الملبس، والجمع بتاعها close close. النطق التاني ما تنطقهوش close. المثال التاني اللي معانا teeth teeth. three three. throw throw. و see you إن شاء الله next video. أتمنى يا رب يكون الفيديو نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.